وهيا نبدأ، ولا تنسوا تضغطوا اللايك والشير وسبسكرايب عشان نوصل أكثر معجبين، ويلا نبلش. Let's start. أول شيء أنا هذا الفيديو عبارة عن راح ألعب ماب بركهيفن وماب أضافني، راح أشوف مين راح يقبلني ومين راح يكون أمي أو أبوي، ويلا نبلش. أنا الحين راح أسأل هذه إذا خلتني أكون يعني بنتها. راح أكتب كان أي عادي أكون بنتك، لأن في لعبة روبلوكس صار كل الناس يعني ما يقدرون يكتبون، وبس يكتبون في هذا. راح نستنى، راح نروح عن هذه الجارة أو الأخت، هذا هو سكني إذا عجبكم. أنا عملت كيوت، أخليها أقول لها كان I be your daughter عادي أكون بنتك. شو راح تقول؟ أظن راح تقول شيء حلو. راح نستناها، بشرتها بيضة وأنا بشرتي يعني فاتحة. خلاص ما قبلت، راح نروح الماب. استنى راح أوريكم بس بيتي. راح أوريكم بيتي، والله حلو كتير. راح ندخل بيتي، ترى هذا هو بيتي. اول شيء هنا تلفزيون، وهنا الكرسي يعني الصالة، وهنا المطبخ الحلو الكيوت. راح اطلع فوق الدرج. جاهزين تشوفون الغرفة؟ جاهزين؟ 1 2 3. هذه الغرفة، في سريرين وكمان في كمبيوتر مع وردة حلوة مثلكم، وفي لمبة، وفي هنا سخان عشان إذا حر إذا كنا بردانين راح تسخننا الدفاية أو السخانة اللي تقولوا. وهذا الحمام الله يكرمكم، شوف والله الشاور والله كبير، وهنا الحمام الله يكرمكم، والنافذة، ونشوف الأشجار، وهنا المغسلة، وعندنا فرشاة ومشط للشعر. والحين راح أورجيكم بيتي في أظافي، وهي نروح راح أوريكم. حلوين. راح اروح اشوف البيوت الناس، وراح اقيمهم كم. اول بيت راح نشوف، خلينا نروح نشوف. واو هناك بيت فيه كبير وفخم ان شاء الله. الحين جالس اجمع الفلوس عشان اشتري هذا البيت اللي فيه مسبح، في بنت اسمها ليلى واسمها هلي، والله بنتين حلوين. يلا بسم الله توكلنا على الله، بسم الله ندخل. البيت بيت مسكر. اوكي راح نقبل الحفله وراح نشوف. قالت لا ما يمكن. الحين راح نشوف مقيم البيوت. واو عندها لامبورغيني حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى هو مسكر سبحان الله. ما اعرف
ليش يعني يسكرون بيتهم؟ يمكن يعدلون بيتهم عشان يكون حلو. راح نروح هذا البيت شكله كبير أظن، لأن الناس فيهم يعني عندهم مكان سري والله، يعني يحطون الكرسي بين الجدارين ويكون هناك مكان سري وتطلعون فوق وبعدين ما حد راح يعرف. الحين راح ندخل البيت، متحمسة أشوفه. واو بيت حلو، عاملة هنا موسيقى. أول شيء هنا عندنا هنا البيت وشجرتين والله حلو، وهنا المكان للطعام، طاولة الطعام، وهنا عندنا مي، وهذا المطبخ الحلو كله والله حلو فخم، ما كنت أعرف هذا المطبخ أقدر أعمله والله حلو. أشوف أخذ كاس من هنا. واو والله حلو الموديل، أقيمه 10 من 10، مليون من 100. أشرب، واو طعمه حلو. وهنا عندنا ميك، ميكروويف، عندنا هنا الصوص والكيتشوب، هنا عندنا الأشياء، البيتزا، واو حلو. الحين راح نورجيكم فوق، انا ما نسيت راح اورجيكم هنا. هنا الصالة، واو حلوة الصالة، الكرسي، في كرسي وطاولة، واو حلوة كل الصالة. اوريها هذه الصالة، الحين راح اخليكم تشاهدون البيت. الحين راح نروح البيت الثاني، يلا نروح. انا اقيم هذا البيت 1,000,000 من 100. هناك عندنا بيت كبير، سفينة القوارب، البحارين، واو حلو. راح ندخل بسم الله. انا نسيت ما ورجيتكم سكني، هذا هو سكني، اضافني حلو. قولوا لي في الكومنت يا حلوين يا كوينز في الكومنت اذا عجبكم السكن متاعي وقيموه كم. راح نروح هذا اخر بيت، بسم الله انا راح ندخل. والحين بسم الله الرحمن الرحيم، الحين راح اخليكم مع البيت تشاهدوا. Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't
again, I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. I'm leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And you're singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, but mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. الحين شكرا الحين يا حلوين شكرا على مشاهدة الفيديو. الحين يا حلوين شكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو، ولا تنسوا تضغطوا اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي حلوين، تشاو.